بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم حبيبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم خليه نحل. هنعمل مع بعضنا خليه نحل. انا حطيت ذره ملح وذره سكر زي ما انتم شايفين اهي، ودي معلقه خميره زي ما انتوا شايفين على الدقيق. نخلت الدقيق من الاول عشان بيبقى يعني حاجه كده ولا كده اهو. وده ربع ما ده فنجان زيت، يعني مش كتير، ربع يعني ربع الفنجان يعني كده زي ما انتوا شايفين اهو. هقلبه كله كده ببعضيه ومسخنه له حبه ميه، لان الخميره بتحب الميه السخنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. جيت احط، بسم الله الرحمن الرحيم، احط الميه السخنه زي ما انتم شايفين اهي، يعني اللي سخنه اوي ولا بارده اوي، هي حلوه كده فتره كده يعني، مش سخنه يعني اوي، يعني عشان تدفي العجينه بالخميره كده زي ما انتم شايفين. عجينها كلها كده ان شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. بصوا عجنتها اهي، اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي، عجنت. وهغطيها بقى اهي لما تسيبها لما تخمر كده، ترتاح كده وتخمر. ما تقطعها كده ايه قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اغطيها ايه كده بالكيس كده، وهي هي لما تدفعت هتعمل هتتنفخ زي ما انتوا شايفين. بصوا هاي، بصوا عملت ازاي. بصوا هبتدي بقى ايه اقطعها كور كور كده زي ما انتوا شايفين، وهرصها في الصينية. نعم كده قطعتها كور كور وايه، وهرصها في الصينية. هنا دهنت الصينية زيت زي ما انتوا شايفين كده اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. دهنت الصينيه زيت وهرص فيها الكور دي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. فكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. الدنيا حبايبي رصتها زي ما انتم شايفين كده، وهغطيها سيبها ايه لما تخمر، وهتبقى قدامكم بصوا بالشكل ده كده. غطيتها كده، هحطلها بقى ايه حبة لبن وحبة سمنة كده، هاتهن من فوق كده زي ما انتوا شايفين، معلقة سمنة كده نصه كده. عاملها كده اهو زي ما انتوا شايفين، هدهنها باللبن والسمنة. بصوا كده اهي كده، هنا كلها كده ساقساها كده باللبن والسمنه، وبعدين ايه احط عليها احط عليها سمسم من فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بتنفخها كده، وحطيت السمنه باللبن كده، دهنت وشها كده من فوق زي ما انتوا شايفين، وهحط ايه السمسم كده واحطها بقى ايه في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. استوت، بصوا عامله ازاي. دي خليه نحل يا جماعه اهي، هنا في لبن هسيها لبن اهي. بصوا باللبن كده بيديها طعم وحلوه كده ويطريها شويه كده. انا سقيتها ايه باللبن زي ما انتوا شايفين وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ومن توكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده اهي. وما تنسوش الاشتراك واللايك يا جماعه، وربنا يصلح حالنا وحالكم. وزي ما انتم شايفين كده اهي، بصوا كده بالمنظر ده، وربنا المستعان معانا ومعاكم. بصوا عامله ازاي، زي القشطه من جوه كده، وحاجه جميله والله، حاجه من الاخر.
وان حاجة حلوة والله. نقول لكم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يصلح حالنا وحالكم، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والاشتراك، حطوا اللايك ماشي. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ماشي يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربنا ييسر لنا الأمور وييسر لكم الأمور، ومن توكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل على كل شيء قدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.